وكتير جدا ومحللين كتير جدا، كابتن سمير عثمان وكابتن محمد فاروق، ناس كتيره جدا طلعوا اكدوا وشرحوا لي، وفي ناس قالوا مش صحيح، لكنه ناس كتير اكدت انه صحيح وانها كانت لعبه جديده. انا ما اعرفش لو تعرفوا تجيبوها بالصور هاتوها، لكنه انا ما قلتش انها مش صحيح. وضربه الجزاء قلت مش شايفها الصوره مش باينه، قلت بالاحساس تدي ضربه جزاء، لكن ما شفناش التصوير، ما ظهرهاش بشكل جيد جدا. فاه ممكن يكون لنا هدف صحيح، بس انا بقول احنا عايزين نبقى افضل من كده واحسن من كده، نكسب جونين ثلاثه، عشان لو جون اتلغى يبقى عندنا اهداف اكتر باذن الله. عبدين عايز اسالك عن بتشتغل بره، بتتمرن لوحدك بره، عامل نظام لنفسك كويس في التدريب، بترتب نفسك تاني نفسك؟ يعني انا متابعك من بدري، شايف انه شكل جسمك نفسه اتغير، انا ملاحظ صح ولا غلط؟ صح. وانا في الاهلي كنت بتدرب مع كابتن شيحي، حلو. هو مؤدي بدني في النادي الاهلي، بس اول ما رحت سيراميكا كابتن محمود حمدي. جميل كمان. بتمرن معاه بقالي فتره من ساعه ما طلعت اعاره من الاهلي وانا شغال معاه الصراحه. عامل لنفسك برنامج تدريب؟ هو الصراحه يعني شغال معاه كويس جدا. حاطط لنفسك برنامج؟ يعني انا عايز اوصل مثلا لفورمه كذا، لشكل كذا، بتقيس الحاجات دي ولا بتتعامل معاها ازاي؟ يعني انا طبعا اللي هو عايز جسمي يكبر اكتر عشان كمدافع، و كويس. يعني ليا كذا حاجه عايز اعملها طبعا، وبطلبها من كابتن محمود حمدي وهو شغال حلو. معايا فيها. يعني وانت معاك كمان كابتن ايمن رمادي، مدرب كويس كابتن واخدك ايمن عن رمادي طبعا، قناعات وجهاز فني كويس يعني لا هناك. لا مدرب فنيا عالمي يعني الصراحه. فعلا. بيساعدني جدا وبيديني خبرات، و يعني الصراحه علمني حاجات كتير قوي ما كنتش متعلمها، فعلا. والصراحه مستني انه يديني فرصه وان شاء الله يعني قريب. لا لا قريب ان شاء الله ان هتلعب شاء الله. وتتبسط بامر الله. طيب املك ايه؟ بتامل مثلا في الاحتراف الخارجي؟ مثلك الاعلى مين داخليا وخارجيا؟ داخليا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. خارجيا ممكن راموس. راموس. طيب زعلوك بقى، تعالى نروح لحته راس الحربه، لانه الناس كلها كانت وما زالت متوسمه فيك خير باذن الله، ومش عايزك تزعل انك تتمرن تحت، ان شاء الله تتمرن فوق، ان شاء الله. ان شاء الله هتاخد الفرصه. بتخطط لمستقبل حياتك ازاي؟ ممكن يكون موضوع المنتخب ده حاجة من الحاجات اللي أنا حاططها إن أنا أشتغل عليها علشان تساعدني في مستقبل حلو قدام، في فكرة احتراف أو في مع النادي الأهلي. مع النادي الأهلي. فشغالين أيا كان أنا موجود فين شغال، وإن شاء الله برضو مستني الفرصة تجيلي تاني. واخد مسابقات الناشئين بشكل جدي؟ وان شاء الله الفرصه تجيلي تاني في اي وقت، و هتيجي ان شاء الله. في سمير محمد بيتمرن فوق، انا عارف. علاقتك بيه ايه؟ رايك فيه ايه؟ شكله لعيب كويس كمان. طبعا. طبعا. وفي حمزه عبد الكريم تحت، وفي بلال عطيه تحت كمان. سمير كان هداف الدوري بتاع 2003. والله كان ماشي ماشي كويس قوي يعني، ماشي بشكل كويس، ربنا يكرمه ان شاء الله. التنافس بينكم كاولاد صغيرين ده شايفه في الاخر هيوصلكم حتى لو بره النادي الاهلي، ان تبقوا موجودين ولاعيبه ومكسرين الدنيا؟ زعلوك اكيد. هي فكره التنافس دي اصلا يعني حاجه كويسه، ان انت يبقى على طول في حد بينافسك، دي حاجه تساعدك ان انت يعني تبقى احسن. نعم. ففكره التنافس دي يا ريت تبقى موجوده في كل حته. الاحتراف حلم. حلم. مسرك الاعلى داخليه؟ عماد متعب. عماد متعب. وعالميه؟ كريستيانو. كريستيانو. حلو قوي. اجي بقى للكابتن معتز. الاول قياده المنتخب، تبقى كابتن وانت صغير، وكان لازم يبقى لكم كابتن، يعني اتكلفت بيها ازاي؟ يعني ما هو كلكم تقريبا لعبتوا مع بعض في وقت واحد، يعني ازاي تم اختيارك؟ هل كان الكابتن وائل رياض اللي اختارك؟ احكي لي شويه. يعني اول معسكر تقريبا كان في الاسماعيليه، وكابتن وائل رياض وكابتن علاء عبد هم اللي اختاروني ان انا اكون كابتن الفرقه. اوكي. كان بناء ان انا كنت اول واحد في الجيل ده يلعب فيرست تيم. فهم اوكي اللي خلوني يعني ابقى كابتن، عشان اول واحد لعب فلسطين. بس كابتنه لما تكون كمان مع حد ملتزم زيك بتفرق قوي يا معتز. اكيد طبعا. يعني انا في الاول كان في ناس بتقول لي حاجه صعبه وحاجه فيها شغل كتير، وما تبقاش مركز في الملعب بس، بتبقى مركز بره الملعب. قلت لهم ما فيش مشكله، بس دي حاجه ممكن تعلي سعري، تعلي مكاني. صح. فلا يعني لما صدقت، يعني كان حلم كمان ليا ان انا قبل ما اكون في المنتخب او يكون لينا منتخب، ان انا اكون كابتن منتخب مصر. فلما جات لي حاولت على قد ما اقدر انها تكون موجوده معايا دايما، وان انا ما اقصرش فيها عشان ما تروحش مني. يعني الحمد لله ده اللي بيحصل. الاحتراف ما بقاش صعب، يعني شفنا عمر سيد معوض، وشفنا عمرو خالد بيبو،
وشفنا عمر خضر يعني. هل بتفكر في القصة دي؟ أكيد طبعا. نعم. يعني الاحتراف حلم طبعا، وبالمناسبة عمر بتمنى له الشفاء، عمر سيد معوض. نعم. ويشد حلو وما فيش أي مشكلة يعني، يحمد ربنا وألف سلامة عليه، وإن شاء الله يرجع أقوى. هو لعيب كبير جدا ويعني الحمد لله الناس كلها بتتصاب ما فيش مشكلة، ونحمد ربنا وإن شاء الله يبقى خير. أحسن بكتير يعني. إن شاء الله. مسك الأعلى محليا؟ أنا بحب منعم جدا من وأنا صغير يعني. منعم. منعم. وخارجيا دوليا عالميا مين؟ فان دايك. فان دايك.